اكو ميزانية تجارية فيها سياسة للطرق والجسور، والمواطن اكيد لمسها. يعني احنا من 2008 الى 2012 كنا في حركة دؤوبة في صيانة الطرق والجسور، بس الفترة اللي وراها خصوصا سنة 2016 وما بعدها توقفت هاي التخصيصات المالية توقف ما اقول لك كامل بس شبه كامل. يعني حاليا يعني سيد جواد اللي افهمه من حضرتك انه الكره رميتها في ملعب وزاره الماليه، تخصيصات ماليه ماكو، فبالتالي انه ما اقدر انجز المشاريع. في مشكله كبيره، وجزء من المشكله هي وزاره الماليه. طيب احنا حقيقه لكل محافظه اكو تخصيصات ماليه تجيها عن طريق عن طرق معينه. مثلا يعني مثلا قانون المرور رقم 40 لسنه 2015 تطبق من سنة 2015 لحد الآن كقطاع طرق وجسور في المحافظات لم نستلمين حصصنا من هذه الجباية اللي إذا تفرض على رسوب على المركبات عند تحويلها أو عند بيعها أو شرائها